وهنتكلم كمان ان احنا متابعين برضو هذا الملف بشكل كمان كبير جدا. فكره هنا رياضيين والابطال بتوعنا اللي ان شاء الله هيروحوا ويشرفونا في اولمبياد باريس، ودي من الاخبار المبهجه ان احنا بنتكلم هنا عن تتويج بطلتنا او بطله من البطلات الكبار عندنا واللي بنفتخر بيهم. امبارح تحديدا انا بتكلم عن سلمى ايمن عبد المقصود لاعبه المنتخب للخماسي الحديث، يعني حصلت على الميداليه الذهبيه، بنتكلم في فردي السيدات ببطوله التحدي الاول للخماسي الحديث، هي مقامه طبعا في بولندا وكلمنا عنها قبل كده، ودي احدى البطولات يعني زي ما بيتقال بطولات التحدي الاربعه ضمن سلسله البطولات المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه بباريس. يعني انت بتتكلم طبعا عن طريق هنا التصنيف الاولمبي، سلمى حققت بلغه الارقام 1421 نقطه، وبطولات التحدي الاربعه دي المفروض ان هي بتتحسب نقاطها يعني في التصنيف الاولمبي المؤهل بعد كده ان شاء الله لاولمبياد باريس. فنقدر نطمن الى حد ما كريم عندنا بعض الابطال اللي اسمائهم دلوقتي ابتدى يبقى مؤكد في انضمامهم ومشاركتهم في اولمبياد باريس، نتمنى المزيد. وبعد كده بقى نركز طبعا على سير الاولمبياد هيكون ازاي، لان كل مره بنقول يا ريت هذا الموسم او هذه النسخه تكون افضل في حصد البطولات وعدد طبعا الميداليات عن اللي قبلها، لان المفروض كل برضو فتره يا كريم الوضع بيتحسن، الظروف بتتحسن، المينتاليتي بتبقى افضل، فكره السبونسر شيب بتبقى احسن على سكيل اعلى. فانا شايفه ان المفروض ده يكون نتاجه ان ميداليات افضل واسماء كمان بتشرفنا بشكل اكبر في الاولمبياد. ده اللي احنا منتظرينه كجماهير مصريه بالملايين، ما اعتقدش في دوله عندها كم الدعم الموجود ده يعني الا دول قليله جدا كمان بنتكلم على التعداد السكاني. يعني عموما ان غدا لنظيره قريب زي ما بيتقال، والاولمبياد باريس 2024 خلاص بيتقال عليها مجازا كده على الابواب. على فكره مش طبعًا. سنه فاضل لها شهور فعلا. صحيح، فالمفروض بقى تتضح الصوره ونشوف يا ترى هتكون المحصله النهائيه للبعثه المصريه اللي هتشارك في هذه الدوره الاولمبيه هترجع لنا رجعه عامله ازاي. يعني المفروض ان احنا نشوف انجازات تتماشى حتى اضعف الايمان مع حالة الفوقان اللي حاصلة في الدولة فيما يتعلق بالملف الرياضي، فيما يتعلق بوجود مبادرات رئاسية وقومية لاكتشاف المواهب الأولمبية. عايزين نشوف بقى انعكاسات إيجابية وطيبة لهذا الأمر إن شاء الله بعد عودتهم من المشاركة في باريس 2024. كمان من ضمن الأبطال يعني استكمالا لكلامنا هوند وكنا كلمنا عنه قبل كده مع حضراتكم أكثر من مرة، مهند طارق طبعا شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، امبارح هو كمان تصدر التصنيف العالمي للكبار وتفوق على بطل العالم والبطل الأولمبي البريطاني جوزيف تشونغ صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020. احتل لاعبنا المصري المركز الأول برصيد 195 نقطة، بينما جاء لاعب بريطانيا في المركز الثاني برصيد 178 نقطة. كمان واصل مهند طارق صدارة التصنيف العالمي لكؤوس العالم برصيد 163 نقطة، ودي طبعا كلها حاجات في منتهى الأهمية ومنتهى الاحترام في رحلة لاعبنا، وإن شاء الله بنتمنى له تحقيق المزيد من البطولات في المستقبل ومن التصنيفات المتقدمة في المستقبل. مهند طبعا كان سبق ويتوج بذهبية نهائي كأس العالم خلال يونيو الماضي وتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وإن شاء الله يعمل فيها شغل محترم بإذن الله.